في 31 من ديسمبر الماضي أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 08 القاضي بتنظيم ممارسة حق الإضراب في القطاع العام. هذا القانون يعتبر تعديلا للقانون رقم 032 والصادر في مايو 2007، وقد طالب تجمع النقابات بسحب هذا القانون الذي يرونه يقيد حق الإضراب. لذا فقد أكد رئيس الوزراء بايمي باتاكي ألبير إن القانون رقم 08 لا يقيد الإضراب الذي نص عليه الدستور. للمزيد نستمع إلى ما جاء في كلمة رئيس الوزراء. Un pays pauvre comme le nôtre ne peut jamais s'en sortir sans la valeur travail. Nous sommes obligés de travailler. إننا مضطرون للعمل، لأن بلدا فقيرا مثل بلدنا لا يمكن له النهوض إلا بقيمة العمل، وأن القوى العظمى في هذا العالم لم تنهض إلا بقيمة العمل. هل نحن فخورون بأن نمكث في المنازل لمدة 4 أشهر ونستمر في مطالبة الدولة أن تدفع الرواتب؟ من أين ستأتي الدولة بالأموال لدفع رواتب الموظفين في الوقت الذي لا ينتج فيه هؤلاء الموظفون لمدة 4 أشهر؟ إنه أمر مستحيل. لقد أمعنا النظر في مجموعة النصوص الخاصة بالعمل، ونحن عضو في المكتب الدولي للعمل، كما ألقينا نظرة على الاتفاقيات في هذا الصدد، وأننا لا نعيش على كوكب معزول عن هذا العالم، وأن الإضراب ليس حكرا على تشاد. فلنلقي نظرة ماذا يفعل الناس في الدول الأخرى. عندما تدعو نقابة مركزية إلى الإضراب فإنها توفر رواتب أعضائها خلال فترة الإضراب، وبالتالي فإن الإضراب حق دستوري لا يمكن أن نمنع الموظفين من خوضه، لكن بشكل استثنائي الحكومة تتحمل دفع أجور 3 أيام من الإضراب. أما ما زاد عن ذلك فإن للموظف الحق في أن يستمر في الإضراب، وعلى النقابة أن تدفع له راتبه، وهذا لا يقيد الحق في الإضراب، بالعكس يضع كل فرد أمام مسؤوليته. وفيما يتعلق سواء بالمراسيم أو القوانين، فإننا نتحاور بشكل دائم مع الشركاء الاجتماعيين، وقد قلنا لهم إنه من أجل بحث كل المشاكل والأزمة الاقتصادية وآثارها الاجتماعية لابد من الحصول على هدنة، وخلال هذه الهدنة فإن النقابة لديها الفرصة حتى تثبت لنا كما تزعم أنه كان من الممكن بدون خفض العلاوات دفع الرواتب التي تفوق مواردنا. إنها مسألة نقاشية، ونحن على استعداد للاستماع إلى مبررات النقابة في إمكانية دفع رواتب في حدود 400 مليار وبدخل يقدر ب 300 مليار، وعلى النقابة أن تخبرنا كيف يمكن للقانون أن يجبر الحكومة على أن تدفع 3 أيام في حين أن الموظفين في إضراب، وكيف أن هذا الإجراء يقيد حق الإضراب. cette disposition limite le droit de grève.